أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق على افتتاح الطبعة 36 لتظاهرة الأسهار. وزير التجارة وفي تصريح لقناة النهار أكد على أن المهرجان يتخلله لأول مرة لقاءات مع مدعمين اقتصاديين لدول الساحل من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدان المشاركة. ميكروفون عادل غدوان. المهرجان هو في أصله مهرجان تجاري ثقافي وسياحي، سيتخلله إن شاء الله اليوم افتتاح طبعة جديدة من طبعات معرض المنتوجات كتمرسة بوابة لإفريقيا، وإن شاء الله اليوم أيضا سيكون في أيضا افتتاح مهرجان آخر للصناعة التقليدية. وفي المساء لأول مرة يعني منذ بداية كل المهرجانات السابقة للأسهار سيكون أول لقاء للمتعاملين الاقتصاديين الجزائر دول الساحل من أجل مناقشة التجارة البينية بين هذه الدول.